السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنشرح تيست بانك شابتر 3. أول سؤال يبغى الماس بالجرام، طيب لمين؟ لعنصر الكوبر. قال لك ذرة واحدة من الكوبر، 1 أتوم، تمام؟ طيب أول شيء إيش قانون الماس؟ إحنا نعرف إنه عندنا قانون يقول عدد المولات يساوي الماس على المولر ماس. طيب أنا هنا أبغى الماس، أبغى الكتلة، فكيف أجيبها؟ أسوي حاصل ضرب طرفين بوسطين، يصير الماس إيش تساوي؟ عدد المولات مضروب في المولر ماس، تمام؟ وهذا القانون اللي حستخدمه. طيب هل أنا عندي عدد المولات في السؤال؟ لا، أعطاني عدد الذرات الأتوم، فعندي قانون يقول عدد المولات إيش يساوي؟ عدد الذرات على عدد أفوغادرو. عدد الذرات عندي اللي هو ذرة واحدة، حقول 1 على. طيب عدد أفوغادرو كم؟ 6.022 × 10³. تطبيق مباشر في القانون يعطيني الناتج اللي هو يصير عدد المولات الماس تساوي عدد المولات اللي هو يديني بعد ما سويت هذه العملية، حيعطيكي بالآلة تطبيق مباشر 1.66 × 10². طيب المولر ماس، المولر ماس من أين أجيبها؟ ما أعطاني إياها في السؤال. المولر ماس من الجدول الدوري، أروح أشوف الكوبر في الجدول الدوري، هذا الجدول الدوري وهذا الكوبر. طيب كم المولر ماس؟ 63.5. أروح أعوض عنها في القانون، سير حطيت عدد المولات وأضرب في المولر ماس اللي هو 63.5، اضربوها في الآلة مباشرة حيعطيكم الناتج اللي هو خيار A، تمام؟ تمام. نيجي للي بعده، سؤال 2، إيش بيقول؟ حددي number of moles، يبغى المولات للألمنيوم، طيب وأعطاني الماس، تمام؟ هنا أعطاني الماس، هذه الماس، ويبغى إيش؟ يبغى المول، عدد المولات مجهول. طيب إذن حقول عدد المولات إيش يساوي؟ الماس على المولر ماس. طيب الماس أعطاني إياها في السؤال، عوض عنها 96.7. طيب المولر ماس ما أعطاني إياه، بس أنا أجيبه من الجدول الدوري، قال لي العنصر الألمنيوم، أروح للجدول الدوري أشوف هذا عنصر الألمنيوم، المولر ماس تبعه 26.9، يعني كأنها 27 بالتقريب، فأجي أقول أعوض عن القيمة، تصير حقول 26.9 أو أقول 27، ما يفرق معاي. نقسم بالآلة على طول 96.7 قسمة 26.9 يدينا الخيار اللي هو B مباشرة لما نعوض عليه. نجي السؤال اللي بعد اللي هو السؤال 3، إيش قال السؤال 3؟ يقول لك أين من هذه الخيارات، طيب أكبر عندها أكبر number of atoms. طيب أنا كيف أعرف أي واحدة عندها أكبر كمية من الذرات وهي مي موحدة؟ هنا عندي جرامات وهنا عندي مول وهنا عندي مول وهنا عندي جرامات، أنا كيف أعرف؟ أول شيء لازم أجيب عدد الذرات لكل واحد. طب إحنا كيف نجيب عدد الذرات؟ إحنا نعرف إنه عندنا قانون يقول عدد المولات يساوي عدد الذرات على عدد أفوغادرو، صح؟
أنا هنا أبغى عدد الذرات، يصير إيش؟ عدد الذرات إيش يساوي؟ أقول عدد الذرات يساوي عدد المولات مضروب في عدد أفوغادرو. طيب فقرة أي أعطاكي عدد المولات؟ لا، أعطاكي الجرامات. فإذا أول شيء تجيبي عدد المولات من خلال هذا القانون اللي قبل شوي استخدمناه، الماس على المولر ماس لهذا العنصر. يلا نحسبه. الماس قال لك 100، تمام؟ 100 على المولر ماس. نشوف البي بي في الجدول الدوري، هذا هو، والمولر ماس تبعه 207.2. أروح أعوض عنه هنا، 207.2 نقسم 100 قسمة 207.2 يدينا الناتج اللي هو 0.48. هذا إيش؟ عدد المولات. أروح أعوض عن قانون حق عدد الذرات، أضرب 0.48 في عدد أفوغادرو اللي هو كم؟ عدد أفوغادرو 6.02 في 10^23 يدينا الناتج عدد الذرات الخيار A، حيعطينا 2.89. طيب نجي نجيب للثاني، الثاني على طول أعطاني عدد المولات، فبس أضرب عدد المولات اللي أعطاني إياه في عدد أفوغادرو، يصير أضرب 2 في عدد أفوغادرو يديني عدد الذرات تبعه اللي هو 1.2 × 10^24. طيب نيجي نحسب للحديد اللي هو خيار C عدد الذرات، هاخد عدد المولات وأضربه في عدد أفوغادرو، إيش يديني؟ يديني عدد الذرات تبعه 6.022 في 10^22، تمام؟ نجي لخيار دي، خيار دي أعطاني عدد الجرامات، فأول شيء استخدم هذا القانون عشان أجيب عدد المولات، يصير أقول 5 جرام قسمة المولر ماس. المولر ماس للهيليوم تعالوا نشوف الجدول الدوري هنا 4، إذن حقول 5 قسمة 4 يديني 1.25. طيب اضربيها في عدد أفوغادرو عشان نجيب إحنا إيش؟ عدد الذرات. لما نضربها في عدد أفوغادرو يعطيني 7.52 × 10^23، تمام؟ كذا أنا جبت عدد الذرات لكل واحد، لأن هو قال لي يبغاني أشوف إيش أكبر عدد ذرات. طيب أنا جبت عدد ذرات لكل واحد، بعد كذا أشوف إيش أكبر قيمة. لاحظوا أكبر قيمة هي اللي أسها 24 اللي هو خيار B، هو الخيار الصح. انتبهوا هذا السؤال ما حقارن الجرامات بالمولات وأشوف إيش الأكبر من الأرقام، لازم أقارن بعدد الذرات. فأول شيء أوجد عدد الذرات لكل واحد، بعدين أشوف إيش أكبر واحد زي ما طلبني. طيب نيجي السؤال 4. السؤال 4 إيش بيقول؟ يقول لك كم عدد الموليكيولز، طيب عدد الجزيئات اللي هو N مجهول، تمام؟ وعطاني الجرامات، طيب وعطاني يبغاها للمركب اللي هو الفورمالديهايد، وعطاني صيغته. طيب أنا أول خطوة حجيب عدد
الذرات. طيب عدد الذرات القانون يتطلب ليجيب عدد المولات، فأقول عدد المولات إيش تساوي؟ الماس على المولر ماس. يلا الماس أعطاني إياها بالسؤال 0.11، المولر ماس كم؟ المولر ماس هنا حتكون، أشوف الجدول الذري للكربون، الكربون 12، طيب فهقول 12 زائد الهيدروجين 1 مضروب في عدد ذراته 2 زائد الأكسجين، الأكسجين هنا في الجدول الدوري كم؟ 16 بالتقريب، فأقول زائد 16. ليش أنا عملت كده؟ لأنه مركب مو ذرة لحالها، فأحط المولر ماس المركب كامل. بعد كده بالآلة على طول 0.11 اللي هي الماس على المولر ماس للمركب يديني الناتج اللي هو 3.66 في 10 سالب 3. هل أنا خلصت حل؟ لا، هو أصلا طلبني الN اللي هو عدد الذرات، فأقول عدد الذرات إيش يساوي؟ عدد الذرات قلنا عدد المولات مضروب في عدد أفوغادرو، تمام؟ يلا نضرب عدد المولات اللي هنا جبناه في عدد أفوغادرو اللي هو 6.022 في 10 23، يديني الناتج اللي هو 2.2 في 10 21. إذن الخيار دي، فهنا نحلها على خطوتين، أول شيء يجيب عدد المولات، بعد كذا أوجد عدد الذرات. نيجي لسؤال 5، قال يبغى عدد ذرات السلفر وأعطاني الكتلة بس تبع المركب كامل، وهو يبغى بس ذرات السلفر ما يبغى ذرات المركب ككل. فأجي أقول أنت عطيتني الماس وتبغى عدد الذرات مجهولة. طيب أول شيء أجيب عدد المولات، عدد المولات إيش يساوي؟ الماس على المولر ماس. يلا الماس اللي أعطاني إياه هنا 25.6، طيب المولر ماس المركب كله حقول عدد ذرات الألمنيوم اللي هو 2، وأشوف المولر ماس للألمنيوم في الجدول الدوري، المولر ماس للألمنيوم 27 بالتقريب، فأقول 2 في 27 زائد، عشان عندي مركب هنا، فأجي أقول عدد ذرات السلفر الثلاثة اللي هنا مع الاثنين 5، فأقول 5 ضرب السلفر. لو جينا نشوف هنا في الجدول الدوري كم المولر ماس تبعه 32، فأجي أقول ضرب 32 زائد الأكسجين الثلاثة اللي هنا والثلاثة اللي عنده، الثلاثة اللي برا قوس الثلاثة اللي عنده 6، أقول 6 في المولر ماس تبعه في الجدول الدوري 16. ويلا أطبق مباشرة بالآلة عشان أجيب عدد المولات. إيش بيديني؟ بيعطيني 0.082. طيب هذا ايش؟ هذا عدد المولات. اجي بعد كذا ايش احسب؟ الخطوة الثانية انا جبت عدد المولات، ابي اجيب عدد الذرات. طيب عدد الذرات ايش قلنا يساوي؟ عدد المولات مضروب في عدد افوغادرو. طيب عدد المولات أنا جبته هنا 0.082، أضبه في عدد أفوغادرو اللي هو 6.022 في 10 أس 23، يدينا أربعة بوينت 97
في 10 أس 22، هذه أتومز. طيب أنا جبت للأتومز دقيقة بس 22، أنا جبت الأتومز للمركب هذا كله. أجي أقول أنا أبغى عدد ذرات السلفر صح؟ وأنا عندي عدد ذرات المركب، فإيش أقول؟ أقول عندي أنا واحد من المركب هذا تبعي اللي أعطاني إياه. طيب واحد من واحد أتوم. طيب يقابلها كم أتوم من السلفر؟ قلنا السلفر ثلاثة اللي برا مع الاثنين اللي هنا يصير خمسة، فأقول خمسة من السلفر. طيب هذا المركب كم عدد الذرات اللي أوجدتها؟ أقول 4.97 في 10 22، أحطها تحتها أتوم. يقابلها كم ذرة من السلفر؟ إكس مجهول. بعد كذا أسوي حاصل ضرب طرفين بوسطين زي ما إحنا متعودين، يصير خمسة نضربها في عدد ذرات المركب اللي جبناها، تصير إكس تساوي 2 بعد ما ضربت دولي، يصير 2.37 في 10 أس 23 اللي هو هذا الخيار. تمام؟ إذا نراجع المسألة، أول شيء أنا أجيب عدد المولات، بعد كذا أجيب عدد الذرات، بس عدد الذرات اللي جبتها للمركب كامل. طيب أنا أبغى بس السلفر، فإيش أسوي؟ أسوي علاقة، أقول عدد ذرات المركب اللي عندي واحد من المركب، فأقول واحد يقابل كم من السلفر أشوف، بعد كذا أكتب عدد الذرات اللي جبته تحت المركب يقابله كم من السلفر مجهول، بعد كذا أسوي حاصل ضرب طرفين بوسطين. مرة مهمة هذه، كثير تجي. طيب نجي لسؤال 6، إيش بيقول؟ أعطاني الكتلة بنسب، نسبة الكربون والهيدروجين والأكسجين. طيب وش يبغى؟ يبغى الموليكولر ماس، الموليكولر فورمولا، معلش الموليكولر فورمولا. فوش أعطاني كمان؟ أعطاني المولر ماس اللي هو هذا. طيب إحنا عندنا عشان نجيب الموليكولر فورمولا عندنا عدة خطوات. أول شيء عشان نجيب الموليكولر فورمولا أوجد الإمبريكال فورمولا، صح ولا لا؟ إمبريكال فورمولا هذه أول خطوة. طيب كيف نحن نوجد الإمبريكال فورمولا اللي هي زي ما قلنا هذه الخطوات؟ أول شيء أعتبر النسب إنها جرامات، بعد كذا أوجد عدد المولات، الخطوة الثالثة أقسم على أصغر عدد مولات، بعد كذا ناتج القسمة هو المركب يكون. يلا نشوف، أول شيء قلنا نعتبر النسب اللي أعطاني إياها جرامات، فأقول عندي 76 جرام من الكربون، والهيدروجين عندي منه 12.8 جرام، والأكسجين 11.2 برضو جرام. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية قلنا نوجد عدد المولات، يلا نوجد عدد المولات، أقول الماس على المولر ماس. الكربون المولر ماس تبعه 12، فأقول 76 اللي هي الماس على 12، أقسمها بالآلة، 76 قسمة 12 يديني 6.3. طيب نيجي نجيب عدد المولات، هذه الآن نجيب عدد المولات للهيدروجين، فنفس الشيء
حقول الماس اللي هي 12.8 قسمة المولر ماس للهيدروجين. المولر ماس للهيدروجين واحد فنفسه يديكي. طيب نجي عند الأكسجين، الماس 11.2 قسميها على المولر ماس اللي هو في الجدول الدوري 16، أقول 11.2 قسمة 16 يديني 0.7. كذا أنا وجدت عدد المولات. قلنا الخطوة الثالثة أقسم على أصغر عدد مولات. إيش أصغر عدد مولات؟ حقة الأكسجين، فأقسم عليها لهم كلهم، أقسم على 0.7. يلا 6.3 حقة الكربون أقسمها على 0.7 يديني 9، والهيدروجين 12.8 قسمة 0.7 يديني 18، والأكسجين 1 لو قسمناها. تمام، بعد كده أكتب الصيغة، المركب كربون هيدروجين أكسجين، صح ولا لا؟ بعدين أحط 9 18 ذرة أكسجين ما في الكتيب. طيب هل هذه هي الموليكولار فورمولا؟ لا، هذه الإمبريكال فورمولا. قلنا إحنا إيش نسوي؟ نحسب المولر ماس للإمبريكال فورمولا. طيب بعد ما جبت الإمبريكال فورمولا أحسب لها المولر ماس كخطوة ثانية. تمام، نيجي هنا أقول المولر ماس للإمبريكال فورمولا إيش تساوي؟ أقول الكربون، مو إحنا قلنا المولر ماس تبعه 12 أضربه في عدد الذرات في 9 زائد 1 للهيدروجين اللي هو المولر ماس تبعه في عدد ذراته 18 زائد الأكسجين 1 عدد ذراته في 16. نشوف كم يعطينا. يصير يديني 142، هذا المولر ماس للإمبريكال فورمولا. طيب بعد كده أجيب النسبة بين المولر ماس اللي هو هذه، المولر ماس للمركب على الإمبريكال مولر ماس. طيب المولر ماس للمركب أعطاني إياها هنا في السؤال. طيب هذه الخطوة الثالثة، أجيب الريشيو بينهم، فأقول 284.5 المولر ماس للمركب أقسمها على المولر ماس للإمبريكال فورمولا اللي هي 142. شوف كم يعطينا، 284.5 على 142 يديني 2. طيب الخطوة الرابعة إيش يقول لك؟ شوفيها هنا، خذي الإمبريكال فورمولا واضربيها بالريشيو اللي طلبتيها بالنسبة. فأقول الإمبريكال فورمولا اللي هي هذه، كربون 9 H 18 أكسجين واحدة، أضربها في الريشيو، أضربها في 2. يلا أضربيها في 2، يصير الكربون كم؟ 9 في 2 18، والهيدروجين حتقولي 18 في 2 36، والأكسجين 1 في 2 2. أي واحد من الخيارات خيار هذا هو نفس الموليكولار فورمولا. تمام، خطواتها، أول خطوة أجيب الإمبريكال فورمولا، بعد ما جبت الإمبريكال فورمولا حجيب المولر ماس للإمبريكال فورمولا، بعد كده أجيب النسبة بين المولر ماس اللي أعطاني إياها في السؤال وحقت الإمبريكال فورمولا، بعد كده أخذ النسبة وأضربها بالصيغة حقت الإمبريكال فورمولا، كده يعطيني الموليكولار فورمولا.
لو طلبك الامبيريكال فورمولا هتاخد جي بي دي وتوقفي خلاص، بس ده مطلبك الموليكولر فورمولا هتكملي باقي الخطوات. شوفي هنا في السؤال جايب لك الامبيريكال فورمولا اللي جبناها، بس الخيار موليكولر فورمولا، اذا هو ده تمام. نجي سؤال 7. سؤال 7 يبغى معامل الماء يعني وزنة الموية. طيب واعطاني المعادلة كاملة. اول شيء انا عشان اعرف وزنة الموية لازم اوزن المعادلة كاملة. في الوزن قلنا احنا نبدأ بالعناصر الاقل ظهورا. طيب نجي نشوف هذه المعادلة. العناصر الاقل ظهورا اللي ظهرت لي مرة واحدة الالومنيوم والكربون والاكسجين، اما الهيدروجين ظهر مرتين في النواتج، اذا هو الاكثر ظهورا، فاحنا نبدا بالاقل ظهورا. نجي الالومنيوم. الالومنيوم في المتفاعلات 4 الومنيوم وبالنواتج واحدة، فانا لازم اخليهم متساويين، الكف اليمين تساوي الكف اليسار، فاضرب هنا في 4، صار عندي هنا برضو 4 الومنيوم. طيب نجي نشوف اللي بعده الكربون. الكربون هنا 3، فأقول 3 كربون. طيب الطرف اليسار اللي هو طرف النواتج واحدة، فلازم أخليه يساوي، فأضرب في 3، صار عندي 3 كربون في اليمين 3 كربون في اليسار، توزنت خلاص. نشوف بعده الأكسجين. طيب الأكسجين في الطرف هذا واحدة، لكن في الطرف هنا 4 في 3، لأنه 3 هذه للأكسجين والهيدروجين، فأقول 4 في 3 12 أكسجين بطرف النواتج، والطرف حق المتفاعلات واحدة، فأضربه في 12، صاروا برضو الأكسجين متساويين. طيب نجي إيش يبقى لنا؟ الهيدروجين اللي هو الأكثر ظهورا، مو إحنا قلنا الخطوة الثانية نوزن الأكثر ظهورا، يلا نجي الأكثر ظهورا. الأكثر ظهورا الهيدروجين، تعالي نشوف هنا في طرف المتفاعلات عندي 24 هيدروجين. ليش 24؟ عشان 12 في 2، ف24 هيدروجين. طيب طرف النواتج 4 في 3 12، وما انسى الهيدروجين اللي هنا احسبها 3 في 4 12، ف12 و12 24، كده توزنت كل العناصر اللي عندي صارت متساوية في المتفاعلات ومتساوية في النواتج. اذا ايش السؤال نرجع له؟ قال لي معامل الموية، هذا الموية ايش المعامل اللي جبنا له؟ 12. فاتأكد اني انا سويت العناصر في الطرف اليمين والطرف اليسار عشان انا اجيب المعامل اللي يطلبني اياه. طيب نجي للسؤال 8. سؤال 8 ايش بيقول لي؟ بيقول لي لما يكون عندي 22 جرام من ال NaCl، طيب واعطاني 21 جرام من المركب هذا، قال لي اتفاعلوا مع بعض، طيب react، واعطاني المعادلة تبعهم. ايش قال يبغى؟ يبغى الليميتنج ريجنت، يبغى الكاشف المحدد. الكاشف المحدد دائما هو يا يكون احد المتفاعلات، يعني يا هذا يا هذا، واحد منهم الكاشف المحدد. طيب عشان اعرف احدد اي واحد فيهم عندي خطوات. اول خطوه عشان احدد الكاشف المحدد احول المتفاعلات الى مول. طيب اذا لازم اجيب عدد مولات ال NaCl، هذه الخطوة الأولى، أجيب عدد مولات ال NaCl وعدد مولات H2SO4، نحسب عدد مولات كل واحد فيهم. نيجي نحسب عدد مولات ال NaCl، كيف إحنا نجيب عدد المولات؟ عدد المولات إيش يساوي؟ الماس على المولر ماس. طب هنا في السؤال عطاني الماس اللي هي قال لي لل NaCl 22، بقول 22 المولر ماس أجيبها من الجدول الدوري،
طيب اروح اجيب اشوف الجدول الدوري هنا. ان اي 22.9 والكلور 35.4، فصير المولر ماس 22.9 زائد 35.4 حقة الكلور، تمام؟ يصير أقول زائد 35.4. من وين نجيبهم؟ بالجدول الدوري المولر ماس. يلا بعد كذا نقسمهم نشوف الناتج كم يعطيني بالآي مباشرة التطبيق. 22 قسمة 22.9 زائد 35.4 يديني الناتج اللي هو عدد مولات NaCl، أعطاني 0. تمام، نيجي نحسب عدد مولات للمركب الثاني، ماس على المولر ماس. الماس اللي أعطاني إياه بالسؤال 21، فأقول 21 على المولر ماس. المولر ماس للهيدروجين بواحد، نضربها بعدد ذراته 2، زائد السلفر في الجدول الدوري لو جينا المولر ماس تبعه 32. طيب 32 نضربها بعدد ذرات السلفر 1، طيب زائد الأكسجين المولر ماس تبعه 16 نضربها بعدد الذرات 4. وبالآلة تطبيق مباشر نجيب عدد المولات، يصير أقول 21 على 1 في 2 زائد 32 في 1 زائد 16 في 4 يديني عدد المولات لل H2SO4 كم؟ 0. طيب مول. طيب الخطوة الثانية عشان احنا نوجد الكاشف المحدد ايش يقول؟ بعد ما وجدنا عدد المولات يقولك اقسمي على المعامل. طيب معامل ال NaCl هنا كم؟ 2، شايفين هذا المعامل، فأقسم هذا على 2. ومعامل ال H2SO4 1، فأقسم على 1. أقسم على 1 يعني نفسه. طيب أقسم حق عدد مولات ال NaCl يصير أقول 0.377 قسمة 2، كم يديني؟ يديني 1.18، وهذا زي ما هو. إذا أنا عندي عدد مولات كل واحد فيهم بعد ما قسمته على المعامل، يقول لك المتفاعل الأصغر في النسبة هو الليمتنج. طيب أي أصغر فيهم؟ عندي 1.18 0. معلش هنا ناتج القسمة يطلع 0.18. طيب عندي 0.18 وعندي 0.2، إيش الأصغر؟ طبعا ال NaCl، إذا هو الكاشف المحدد. يصير أختار الكاشف المحدد اللي هو خيار دي. تمام، نيجي لسؤال 9، يبغى المعاملات للمعادلة كاملة. إذا أنا أول شيء أوزنها بعدين أحط المعاملات بالترتيب. أول شيء إحنا قلنا في الوزن نبدأ من الأقل ظهورا، الأقل ظهورا عندنا النيتروجين. طيب هنا النيتروجين 1 وهنا النيتروجين 1، أشوف اللي بعده اللي هو الهيدروجين. طيب هنا الهيدروجين 3 وهنا 2، لازم أنا أخليهم متساويين، صح ولا لا؟ فإذا لو هنا ضربت باثنين
صار 2 3 6 هيدروجين صح؟ وهنا أضرب بثلاثة صار برضو 6 هيدروجين تقريبا وزنه، بس إحنا لازم نخلي الكفتين متساوية لكل العناصر. طيب الأكسجين صار هنا 3 أكسجين وهنا 2 5 وهنا 2، لا لازم أغير، ما ينفع الاثنين أجل لأن الأكسجين ما صار متساوي. فأجرب الأربعة، أربعة نيتروجين في الطرف اليمين، لازم أخلي الطرف اليسار نفسه وأحط أربعة، صار النيتروجين موزون. نيجي نشوف أربعة في ثلاثة اللي هو الهيدروجين، أربعة في ثلاثة عندي 12 هيدروجين بالطرف المتفاعلات، طرف النواتج كم؟ 2. هل ينفع؟ لا لازم خليهم متساويين. 2 بكم أضربها يديني 12 6، فأقول 6 × 2 = 12، إذن الهيدروجين توزنت. يبقى لي الأكسجين، نجي للأكسجين. الأكسجين هنا عندي 2 ملاحظين، وهنا 4 × 2 = 8 أكسجين، مع الأكسجين اللي هنا 6 8 و6 14 أكسجين طرف النواتج، طرف المتفاعلات 2. طب إيش العدد اللي أضربه في 2 يديني 14 7، فصار 7 × 2 = 14، إذن الأكسجين برضو توزنت. إذن المعاملات إيش هي بالترتيب؟ 4 7 4 6، تمام؟ لازم أتأكد بالنهاية إنه الطرف اليمين من العنصر نفس عدد المعامل في الطرف اليسار، تمام؟ نيجي نشوف سؤال 10. سؤال 10 إيش يقول؟ كم عدد المولات للكربون؟ يبقى عدد مولات للكربون في 4 ذرات من المركب كامل. طيب فأنا أشوف الكربون كم عنده؟ عدد الذرات تبعه 2، وهو قال لي يبغى عدد ذرات الكربون في 4 مول من المركب، فيصير أقول 2 × 4 عشان أنا أبغى بس الكربون. 2 × 4 = 8، إذن هذه عدد مولات الكربون. نيجي لسؤال 11، قال كم عدد ذرات السلفر في 25 مولكيول من المركب كامل؟ هو يبغى للسلفر بس. طيب أشوف السلفر كم عدد الذرات اللي عنده؟ 2، وعطاني المولكيول تبع المركب كامل، وأنا أبغى الإن بس للسلفر، فأقول 2 تبع السلفر في 25، كم يديني 2 × 25؟ 50، يصير خيار دي. نيجي نشوف سؤال 12. سؤال 12 قال لك احسبي ذرات الهيدروجين أتوم في 25 مولكيول من المركب. فأشوف الهيدروجين عندي كم هنا؟ 4 عدد ذراته، أنا ببص الهيدروجين، فأقول 4 أضربها في المولكيول تبع المركب، 4 × 25 = 100، يصير خيار دي. طيب هنا إيش يقولك سؤال 13؟ يقول كم عدد الجرامات للأكسجين، وأعطاني جرامات المركب كامل، هو بس يبغى الأكسجين، فإيش أسوي؟ أول شيء أقول أنا عندي 65 جرام من المركب تبعي، صح ولا لا؟ طيب أنا أجيب عدد المولات تبعه. أول شيء 65 اللي هو الماس على المولر ماس، المولر ماس للمركب هقول 2
الكربون في الجدول الدوري، لو جينا نشوف المولر ماس، نرجع للجدول الدوري، الكربون كم المولر ماس تبعه؟ 12. فأقول 2 اللي هو عدد الذرات في 12 زائد الهيدروجين المولر ماس تبعه 1 في 2 اللي هو عدد الذرات زائد الأكسجين المولر ماس تبعه 16 في عدد الذرات اللي هو 2. بعدين بالآلة هقول 65 على 2 في 12 زائد 1 في 2 زائد 16 في 2 يديني الناتج 1.12. طيب هل هو يبغى عدد المولات؟ لا، يبغى الجرامات، يعني يبغى الماس تبع الأكسجين. فأقول أنا عندي عندي المولز تبع الأكسجين 2، عندي 2 مول من الأكسجين، فأجيب النسبة بينهم 2 مول من الأكسجين على عدد مولات المركب كامل. كم مول من المركب كامل؟ 1، معامل تبعه 1، فأقول 2 على 1 2، تمام؟ يصير أخذ عدد المولات للمركب أضربه في نسبة عدد المولات بين الأكسجين والمركب كامل اللي هي 2، هادي أضربها في إيش؟ في المولر ماس للأكسجين بس. المولر ماس للأكسجين 16 من الجدول الدوري، على عدد مولات الأكسجين، عدد مولات الأكسجين هنا اللي في المعامل 1، فأصير أقول 1 دقيقة 1 في 12 في 2 اللي هو عدد المولات مضروبة في الماس تبع الأكسجين اللي هو المولر ماس على عدد المولات. يصير كم يديني لما أضربهم؟ يديني 35.8 اللي هو الناتج. هلخص القانون هنا، إيش سويت؟ قلت الماس للمركب تبعي على المولر ماس، هذا إيش؟ هذا عدد المولات. فأقول عدد المولات ضربته في إيش؟ اللي هو المولر ماس، ضربته في عدد مولات العنصر للأكسجين على عدد مولات المركب كامل اللي هو H2O2، ضربتهم بإيش؟ بالماس للأكسجين، تمام؟ هذا القانون تبعي. طيب نيجي نشوف سؤال 14. سؤال 14 إيش بيقول؟ قال لك كم عدد المولات للكربون ديوكسيد، تمام؟ وأعطاني جرامات الكربون ديوكسيد. على طول أقول عدد المولات إيش يساوي؟ الماس على المولر ماس. طيب الماس عندي هنا كم؟ أداني إياه 52.06. المولر ماس للكربون ديوكسيد من الجدول الدوري، الكربون ديوكسيد أول شيء لازم أكتب الصيغة تبعه، كربون داي أكسيد يعني 2 أكسجين، فالكربون 12 المولر ماس من الجدول الدوري نضربه في عدد ذراته 1 زائد الأكسجين المولر ماس تبعه 16 في عدد ذراته 2. تطبيق مباشر في الآلة، أقسم
52.06 على 12 في 1 زائد 16 في 2 يديني الناتج 1.183 مول، اللي هو خيار بي. سؤال 15 بيقول يبغى عدد مولات المغنيسيوم نيتريت، وأعطاك الصيغة تبعه وأعطاك الجرامات يعني أعطاك الماس، فأقول قانون عدد المولات الماس على المولر ماس، صح ولا لا؟ الماس اللي أعطاني إياه بالسؤال 2.35، المولر ماس المغنيسيوم في الجدول الدوري أشوف قيمته عشان أجيب المولر ماس. وين المغنيسيوم؟ 24.3. إذا أقول هنا السؤال 24.3 المولر ماس تبعه مضروبة بعدد ذراته، عدد ذراته 1 زائد النيتروجين، نيجي نشوف النيتروجين في الجدول الدوري كم المولر ماس تبعه؟ 14، فأقول 14 في عدد ذرات النيتروجين، عدد ذرات النيتروجين 2 اللي هي برا القوس هذه له، فأقول 14 في 2 زائد الأكسجين المولر ماس تبعه في الجدول الدوري 16، نضربها في عدد الذرات 3 و2 5. تمام، تطبيق مباشر في الآلة، يصير أقول 2.35 على 24.3 في 1 زائد 14 في 2 زائد 16 في 5 يديني الناتج مباشرة زي ما موجود عندي هنا. تمام، نجي سؤال 16. سؤال 16 ايش بيقول؟ يقول لك كم عدد مولات الامونيوم، طيب واعطاني الجرامات، فنفس الطريقة بس هو اعطاني جرامات المركب كامل، ما اعطاني جرامات بس الامونيوم، اعطاني جرامات الامونيوم كربونيت. فاول شيء عندي هنا حقول اجيب عدد مولات المركب كامل من خلال اني اقول الماس على المولر ماس للامونيوم كربونيت. تمام، يلا نحسبها. الماس تبع الأمونيوم كربونيت 25.5، والمولر ماس لو أجيبها من الجدول الدوري حتكون 96 ككل بعد ما أجيب كل واحد 0.08. لو جينا نقول هذه كيف جبناها المولر ماس، دحين الأمونيوم NH4 صح، وكربونيت CO3، نبادل عدد ذراتهم يصير عند الأمونيوم 2 عشانها جاية من الكربونيت، طيب والأمونيوم موجب 1 تروح عند الكربونيت، خلاص أنا كتبت صيغته. يصير أقول النيتروجين، مو إحنا قلنا 14 في عدد الذرات 2 زائد الهيدروجين 1 في 4 و2 6 زائد الكربون 12 زائد الأكسجين 12 في 1 طبعا عدد ذراته، الأكسجين 16 في عدد ذراته 3. لو جينا نسويناها هذه كذا احنا نوجد المولر ماس زائد يصير يديني المولر ماس هذه.
ويلا تطبيق مباشر في الآلة، نقول الماس اللي هي 25.5 على المولر ماس اللي هي 96.08 يديني 0.26. طيب هل هو يبغى عدد مولات الأمونيوم كربونيت؟ لا، يبغى عدد مولات الأمونيوم بس. فأجي أقول أنا عندي كم مول من الأمونيوم كربونيت؟ 1. يقابل كم من الأمونيوم بس؟ الأمونيوم 2. أقول يقابل 2. طيب كم عدد مولات الأمونيوم كربونيت اللي أنا جبتها؟ 0. طيب كم يقابلها من مولات الأمونيوم؟ مجهول. إكس. أسوي حاصل ضرب طرفين بوسطين، يصير إكس تساوي 2 في 0.265. لو ضربناها بالآلة على طول يعطيني الخيار اللي هو سي. نجي سؤال 17. إيش بيقول؟ سؤال 17 أعطاني المعادلة هذه وقال لي أنا عندي كتلة النيتروجين، طيب أبغى كتلة المغنيسيوم اللي استخدمتها في التفاعل. طيب أول شيء حقول كتلة النيتروجين أعطاني إياها أضربها في الماس تبعه، كم عدد مولات النيتروجين؟ 1. أقول 1 على المولر ماس تبعه، النيتروجين أساسا 14 وأضربها في المولر ماس من الجدول الدوري، أضربها بعدد ذراته 2. تمام. يصير أضربها كمان في النسبة بين عدد مولات المغنيسيوم وعدد مولات النيتروجين. عدد مولات المغنيسيوم 3 زي ما أنتوا شايفين، فأقول 3 على عدد مولات النيتروجين 1 ضرب. أنا أبغى جرامات المغنيسيوم، طيب فأقول أضربها جرامات المغنيسيوم كيف أجيبها؟ المولر ماس للمغنيسيوم على عدد المولات. تمام. طيب المولر ماس تبع المغنيسيوم جدول الدوري 24، تصير أقول هنا وصلنا 24، زي ما هنا كتب لك إياها على عدد المولات تبع. تمام. فأقول على طول تطبيق في الآلة على عدد مولات المغنيسيوم، اللي هي 1. تمام. يلا نطبق مباشرة في الآلة، حقول 5.47 اللي هي جرامات النيتروجين أضربها في عدد مولات النيتروجين على المولر ماس للنيتروجين، نضربها في عدد مولات المغنيسيوم، مو احنا نبغى جرامات المغنيسيوم، فاجيب النسبة بين عدد مولات المغنيسيوم وعدد مولات النيتروجين اللي هي 3/1 ضرب المولر ماس للمغنيسيوم على عدد مولات المغنيسيوم اللي بنحسبها. تمام.
يديني الناتج 14.2 اللي هو خيار A. تمام؟ طبعا أنا هنا كتبتها مو بالفواصل زي هو ما كتب لك إياها تحت، فالأفضل تاخذوها بالفواصل تمام عشان يعطيكم نفس النتيجة. طيب نجي لسؤال 18، قال لك أي من هذه المعلومات نحتاجها عشان نحسب الـ average atomic mass. طيب إحنا عشان نحسب الـ average atomic mass إيش الشيء اللي نحتاجه؟ هذه معلومة، يقول لك تحتاجي الكتلة and the abundance. الابندنس الوفرة، المين للايزوتوب. تمام، دائما الافرج اتوميك ماس احتاج دول المعلومتين، الماس والابندنس الوفرة والكتلة. نيجي سؤال 19، ايش يقول؟ اعطاني نسبة الكلور نظيره 35 واعطاني نسبة الكلور 37 واعطاني الوحدة الكتلية للاثنين. طيب اللي هو الاتوميك ماس، ايش يبغاك تحسبين؟ الافرج اتوميك، الافرج اتوميك ماس عندي اجيبها من خلال هذا القانون، مجموع النيوترال اباندنس الوفرة، الوفرة اللي هي النسبة اللي أعطاني إياها. فأقول الكلورين 35، الوفرة تبعه اللي أعطاني إياها هنا 75.53، أضربه في إيش؟ في الأتوميك ماس، الأتوميك ماس اللي هي اللي أعطاني إياها هنا 34.968 زائد هذه الكلور 35 زائد النظير الثاني اللي هو كلور 37، فأخذ الأبندنس الوفرة اللي هي النسبة 24.47، أضربها في الأتوميك ماس اللي هي 36.956، وما أنسى دام الوفرة هنا أعطاني إياها بالمية، إذن أقسمها على 100، هنا قسمة 100 والطرف الثاني قسمة 100. ويلا تطبيق مباشر بالآلة يعطيني الناتج على طول، تمام؟ اللي هو خيار B. نيجي نشوف سؤال 20. سؤال 20 قال لنا how many atoms، يعني ايش يبغى؟ يبغى عدد الذرات اللي هو الانكبت المجهول، واعطاني عدد المولات اللي هو ان سمول. طيب انا القانون ايش يقول؟ عدد المولات بيساوي عدد الذرات اللي هو انكبتل على عدد افوغادرو. طيب أنا هنا أبغى عدد الذرات اللي هو إن كابيتال، إيش أسوي؟ أسوي حاصل ضرب طرفين بوسطين، فيصير عندي القانون عدد الذرات بيساوي عدد المولات في عدد أفوغادرو، تمام؟ وهذا القانون اللي بنطبق عليه. عدد المولات اللي هو أعطاني إياه في السؤال هنا 5.1 مضروب في عدد أفوغادر اللي هو قيمة محفوظة 6.022 × 10³، مباشرة لما نطبق على هذا في الآلة يعطيني الناتج اللي هو خيار A. سؤال 21 قال لي عندي نظيرين من اليود، وقال لي الأبندنس الوفرة في الطبيعة متساوية equal، قال لي احسبي الأفرج أتوميك ماس متوسط الكتلة الذرية لليود. طيب بما إنه الأبندنس الوفرة متساوية، إذن إيش حقول؟ حقول أنا أبغى الأفرج المتوسط، فأخذ النظيرين
اللي هو 126 زائد 127 على 2 لاني انا بالمتوسط تبعهم، يديني الناتج اللي هو خيار A. او اقول على طول انت تبغى الافرج واعطيتني الكتلة الدرية تبع كل واحد، فاقول نص الرقم اللي بينهم يعني 126 127 ايش المنتصف بينهم، 126 ونص من غير حساب يديني نفس النتيجة. نيجي نشوف سؤال 22. سؤال 22 عطاني الاتوميك ماس تبع النظير ليثيوم 6 ونظير ليثيوم 7، وقال يبغى احسب الاباندنس احسب الوفرة في الطبيعة، وعطاني كمان الافرج اتوميك ماس. احنا نعرف انه الاباندنس تبع النظير الاول اللي هو ليثيوم 6 زائد الاباندنس تبع النظير الثاني اللي هو ليثيوم 7 بيساووا 100 لو كانوا بالنسبة المئوية. طب لو ما كانوا بالنسبة المئوية حيساووا 1. طيب انا لو قلت ابغى الاباندنس للليثيوم 7 طيب ايش حيساوي؟ اقول الاباندنس للليثيوم 6 حفرضها باكس تمام، زائد انا ابغى هذا الاباندنس ليثيوم 7 ايش حسوي؟ حنقول الاكس للطرف الثاني، يصير الاباندنس للليثيوم 7 ايش حيساوي؟ 1 ناقص اكس. يصير انا كذا استنتجت انه الاباندنس للليثيوم 6 يساوي اكس والاباندنس للليثيوم 7 1 ناقص اكس، فاجي اعوض عنها بالقانون. القانون ايش هو عندي؟ هذا يقول لك الافرج اتوميك ماس بيساوي اباندنس مضروبه في الماس للايزوتوب زائد الاباندنس للنظير الثاني مضروبه في الماس تبعه. فاقول الافرج اتوميك ماس اللي هو اعطاني اياه هنا في السؤال 6.941 تساوي الاباندنس للليثيوم 6 انا حطيتها باكس صح ولا لا، مضروبة في الماس تبعها، يصير حضربها في الماس تبعها اللي هو الليثيوم 6 الماس ايش هو حقه 6.0151 نضربهم في بعض، زائد الابندنس للنظير الثاني اللي هو احنا قلنا الليثيوم 7 يساوي ايش 1 ناقص اكس نضربه في الماس تبعه اللي هو 7.0160 زي ما اداني في السؤال. يصير هذا الطرف ننزله زي ما هو ونشتغل على هنا. طيب يصير حقول 6.0151 مضروب في اكس تديني زي ما هو اكس. طيب عندنا الواحد اضربيه في 7.016 يديني زي ما هو 7.016. طيب والاكس دحين احنا بندخله على كل الطرفين 7.016 اضربيه في اكس يديني 7.016 اكس تمام. انا دحين اجمع الاكسات عشان انا ابغاها صح، فيصير اجمعهم مع بعض يصير اقول 6.0151 اكس اطرح منها هذا الطرف صح، مو احنا بنجمعهم وهنا ناقص فيصير اطرح القيمتين لما نطرحها يديني الناتج -1 اكس تمام، زائد هذا الرقم نخليه لحال وما ننسى الطرف هذا. طيب انا دحين ابغى الاكس فايش اسوي؟ انا ابغى الاكس صح، فتخلص من اللي عنده اللي هو 7.0160 تروح للطرف الثاني تمام. يصير نقول
6.941 نطرح منها 7.016. طيب تساوي سالب إكس. أطرحي بالآلة على طول، يديني الناتج اللي هو هذا الطرف سالب 0.075 تساوي سالب إكس. طب أنا بقول إكس ما أبغى سالب إكس، فأقسم على سالب واحد بالطرفين عشان نتخلص منه، يصير إكس إيش تساوي 0.075. طيب هذه قيمة إكس، أقوم أعوض عن، أقول أنا مو قلت إنه عندي واحد ناقص إكس هي اللي بتساوي الحين هذه الإكس اللي هي الأبندنس تبع الليثيوم 6. طب الليثيوم 7 أنا قلت الأبندنس تبعه واحد ناقص إكس، يلا أنا جبت الإكس أعوض، واحد ناقص 0.075 طرحيهم من بعض يصير واحد ناقص 0.075 تساوي 0.925. كذا أنا جبت الأبندنس. طب الأبندنس أنا أبغاها بالمية، أقوم إيش أسوي؟ أضرب بس الناتجين بمية. لما أضرب الأول حيديني 7.5 طيب بالمية، وأضرب الثاني حق الليثيوم 7 حيعطيني ليثيوم 7 الأبندنس تبعه بالمية، بس أضرب ذا الرقم بمية يصير يعطيني 92.5 تمام بالمية. طبعا يلا أدورهم بين الخيارات، الليثيوم 6 إحنا قلنا 7.5 اللي هو 7.49 نفسه بس هذا بالتقريب، والليثيوم 7 زي ما قلنا 92.5 يصير الخيار A. طيب أنا لو مثلا ما حضرني في الاختبار أحل في هذه الطريقة، طيب دقيقة بس أمسح، في طريقة ثانية بتقول أعوض بالخيارات، إيش حقول؟ أعوض بالنسب اللي أعطاني إياها. أنا أعرف إن الأفرج أتوميك ماس هذا القانون تبعها زي ما قلنا، نقول الأبندنس للأيزوتوب واحد اللي هو الليثيوم 6، أنا دحين بعتبر إنه الأفرج أتوميك ماس هي المجهولة، فكأني أحسبها، يصير الأبندنس تبع الأول أبجرب بالقيمة هذه اللي هي 7.49 على 100 مضروبة في الماس تبعه اللي هو 6.0151 زاد الأبندنس للأيزوتوب الثاني اللي هو ليثيوم 7، حأجرب القيمة هذه 92.51 على 100 مضروبة في الماس تبع النظير الثاني اللي هو 7.0160. لو جربت في الآلة طبقت هذا حيعطيني الأفرج أتوميك ماس نفس ذا، إذا أعرف إنه هذه النسب الصحيحة للأبندنس للوفرة. لو ما طلع لي هذا حروح أجرب أعوض عن الثاني، لو ما طلع لي أجرب على اللي بعده زي كده. فعندكم طريقتين، يا الطريقة اللي أول في المعادلة يا إني أجرب أعوض بقيم الوفرة اللي أعطاني إياها في الخيارات لين ما أوصل للأفرج أتوميك ماس اللي أعطاني إياه بالسؤال. تمام نيجي نشوف سؤال 23، بيقول لك أبغى عدد الذرات how many atoms وأعطاك الجرامات. طيب هل في قانون بيربط لي الكتلة
بعدد الذرات؟ لا، بس في قانون بيربط لي عدد المولات بالكتلة، اللي هو عدد المولات إيش يساوي الماس على المولر ماس. هذه الخطوة الأولى، أوجد عدد المولات. الماس أعطاني إياه بالسؤال 3.14. قسمة المولر ماس أشوف في الكوبر، الكوبر في الجدول الدوري المولر ماس تبعه إيش؟ هذا الكوبر المولر ماس اللي هو 63.546. سير أعوض، حقول قسمة 63.4 للكوبر، هذه المولر ماس اللي جبناها من الجدول الدوري. لما أقسم هذه القيمتين على بعض اللي هي 3.14 قسمة 63.4 يعطيني الناتج اللي هو عدد المولات 0.049. طيب هذا عدد المولات، أنا أبغى عدد الذرات، إيش القانون حق عدد الذرات وعدد المولات يربطهم ببعض؟ يقول عدد المولات إيش يساوي عدد الذرات على عدد أفوغادرو. خلاص أنا جبت عدد المولات، يصير حقول عدد الذرات، أسوي حاصل ضرب طرفين بوسطين طبعا، عدد الذرات إيش يساوي عدد المولات في عدد أفوغادرو. عدد المولات اللي جبته هنا هذا، اضربيه في عدد أفوغادرو، عدد أفوغادرو اللي هو 6.022 × 10^23، على طول يعطيني الناتج اللي هو خيار A. فيصير هنا على خطوتين، تمام؟ أول شيء أجيب عدد المولات، بعدين أعوض بهذا القانون. طيب سؤال 24 يبغى عدد المولات للـ NO2. طيب وأعطاني عدد المولات تبع الـ NO، وأعطاني كمان عدد المولات تبع الأكسجين. طيب وأعطاني المعادلة، أنا أول شيء أوجد الكاشف المحدد، طيب الـ limiting reagent. كيف إحنا كنا نوجد الـ limiting reagent؟ نقول أول شيء أخذ عدد المولات. طيب هو أعطاني عدد المولات تبع كل واحد فيهم. طيب دامك أعطيتني عدد المولات، خلاص أخذ عدد المولات كل واحد وأقسمه على المعامل تبعه. هنا المعامل للـ NO باثنين، فأخذ أقول للـ NO أخذ المولات اللي هو 0.886 نقسمها على المعامل اللي هو اثنين، تدينا 2 يديني الناتج اللي هو 0.443. وآخذ تبع الأكسجين عدد المولات تبعه أقسمه على المعامل حقه، هذا عدد المولات، المعامل تبعه مو مكتوب فمعناته واحد، قسمة واحد نفسه يصير، فأشوف إيش الأصغر ويصير هو الكاشف المحدد. إيش الأصغر قيمة؟ الـ NO صح؟ هذا، فيصير هو الكاشف المحدد. خلاص أنا عرفت الكاشف المحدد، الحين أقارن الكاشف المحدد بالقيم، القيمة اللي يبغاها، فأقارن NO ب الـ NO2 اللي هو بالنواتج، تمام؟ أقول الـ NO عدد المولات اللي أعطاني إياها في السؤال تبعه 0.886، والـ NO2 عدد مولاته مجهول إكس. طيب الـ NO عدد مولاته اللي أعطاني إياها في المعادل 2، والـ NO2 برضو 2 عدد المولات اللي في المعادلة. دحين أسوي حاصل ضرب طرفين بوسطين، يصير حقول 2x تساوي 2.886،
يديني هذا الطرف 1.772. طب أنا أبغى إكس، فأقسم على 2 بالطرفين يصير بالتالي أقول إكس تساوي 1.772 قسمة 2 يعطيني الناتج اللي هو 0.886 اللي هو عدد مولات مين؟ ال NO2 اللي طلبني اياه في السؤال، يصير هو خيار A. تمام. سؤال 25 أعطاني الكيلوغرام تبع هذا المركب ويبغى عدد الجرامات لل NH3. تمام. وأعطاني المعادلة، أول شيء أجيب عدد المولات، لأنه أنا إيش بستفيد من المعادلة؟ بقارن عدد المولات تبعها في بعض، فما يصير أقارن جرامات بعدد مولات، فأول شيء أحول الجرامات لمولات. أقول عدد المولات إيش يساوي؟ الماس على المولر ماس. الماس اللي أعطاني إياه اللي هو 1/10^5. المولر ماس تبع المركب لما أجيب من جدول الدوري يديني 132. لما نقسمهم على بعض، طيب هقول 1/10^5 قسمة المولر ماس تبعي 132 عشان أجيب عدد المولات، يديني 757.57. تمام. هذا عدد المولات. الحين أقارن، أقول قارن بين ال NH3 وبين النواتج زي ما عطاني. طيب ال NH3 عدد مولاتها اللي في المعادلة 2، فأقول 2 مقابل كم من هذا المركب؟ 1، مو مكتوب، معناته 1. طيب عدد مولات ال NH3 مجهولة X مقابل كم من عدد مولات المركب ده اللي هي احنا حسبناها هنا، هذه اللي هي 757.75. بعد كده اسوي حاصل ضرب طرفين بوسطين، تصير X تساوي 2 لما أضربها بهذه القيمة تديني 1515.15. تمام. هذا عدد المولات، أنا أبغى الكيلوغرام، يعني أبغى الكتلة، فإيش أسوي؟ أرجع أحول من خلال أني أجيب الماس، يصير أضرب عدد المولات، الماس تساوي عدد المولات في المولر ماس. طيب عدد المولات اللي إحنا جبناه هذا، أقول أضربها في المولر ماس اللي بجيبه من جدول الدوري ال NH3، النيتروجين 14 في الجدول الدوري والهيدروجين 1 في عدد ذراته 3، يصير يديني الناتج الكتلة إيش تصير تساوي؟ 1.5. طيب الناتج في الخيارات كتب لي إياه بالطريقة العلمية، كيف بالطريقة العلمية؟ هقول 2 بوينت، أحط أول رقمين اللي هو 57، لو جينا نقرب السبعة هتصير 58. طيب ضرب، أنا كم تركت بعد الفاصلة؟ كم رقم؟ 1 2 3 4. طيب 4 أرقام بعد الفاصلة، إذن أقول 10^4. هذا الناتج بالطريقة العلمية اللي هو خيار C. سؤال 26 أعطاني مولات الـ CO وقال لي إنه مع إكليز أكسجين، يعني الأكسجين هو الفائض. طيب بما إن الأكسجين هو الفائض، إذن الـ CO هو المحدد. تمام. ف
قال لي احسبي مولات CO2 يعني مولات النواتج. فأول شيء أنا أقول عندي أنا مولات CO اللي هي 3.6، فأسوي علاقة بين CO المحدد والنواتج اللي هو CO2. طيب أول شيء أنا عندي عدد المولات اللي من المعادلة للCO 2، فأقول 2 مقابل كم من CO2؟ برضو 2. طيب عدد مولات CO اللي اداني اياه بالسؤال 3.6 مقابل كم من CO2؟ مجهول X، فأسوي حاصل ضرب طرفين بوسطين يصير 2X كم بتساوي؟ 2 في 3.6. لو ضربت 2 في 3.6 يديني 7.2. طب هل أنا أبغى هذا؟ لا، أبغى الإكس، فأقسم على الطرفين باثنين يصير إكس تساوي 7.2 × 2 يديني 3.6. هذا عدد المولات تبع مين؟ تبع CO2 اللي هو خيار سي. سؤال 27 يبغى جرامات ال N2O وعطاني مولات المتفاعلات هذا. طيب أول شيء أنا إيش أسوي؟ أقارن عدد المولات بعدد المولات. طيب أقارن بين عدد مولات المتفاعلات هذا و الشيء اللي يبغاه اللي هو ال N2O يبغى جراماته. فأجي أقول أول شيء عدد مولات هذا 1 مقابل NO2 في المعادلة برضو 1. طيب مولات المتفاعل اللي أعطاني إياه اللي هو هنا 0.46 مقابل كم من مولات ال N2O؟ مجهول X، فأسوي حاصل ضرب طرفين بوسطين تصير إكس إيش بتساوي؟ 0.46. طيب هذا عدد المولات، هو يبغى عدد المولات؟ لا، يبغى الجرامات يعني يبغى الكتلة. فأنا أقول الكتلة إيش بتساوي؟ عدد المولات في المولر ماس. طب عدد المولات اللي أنا جبته اللي هو 0.46، أقول 0.46 مضروبة في المولر ماس. المولر ماس لمين؟ للشيء اللي بوجده اللي هو ال N2O. طيب النيتروجين 14 المولر ماس من الجدول الدوري مضروب في عدد الذرات اللي هو 2 زائد الأكسجين 16. بالآلة تطبيق مباشر على طول يصير يديني لما أعمل هذه بالآلة يديني 20 الماس إيش تساوي؟ 20.24. طب هو أعطاني الخيار بالطريقة العلمية، كيف؟ حقول أخذ أول رقم اللي هو 2 وحط فاصلة. كم رقم بعد الفاصلة اللي أنا حطيته؟ كم رقم بعد 2؟ 1. أترك الفاصلة على جنب فأقول أحطه الصفر في 10 أس. كم أنا تركت بعد الفاصلة؟ رقم 1 اللي هو الصفر، فيصير 10 أس 1. وهذا الناتج بالطريقة العلمية واللي هو خيار سي. سؤال 28 يبغى العائد النظري. طيب وأعطاني جرامات كل واحد من المتفاعلات. أنا عشان أجيب الثيريوتيكال ييلد اللي هو العائد النظري عندي 5 خطوات. الخطوة الأولى أحدد مين الليميتنج ريأجنت، مين الكاشف المحدد. طيب إحنا قلنا كيف نحدد الكاشف المحدد؟ بأني أجيب عدد مولات كل واحد، هو أعطاني جرامات، فأجيب عدد مولات الألمنيوم إيش تساوي؟ الماس على المولر ماس. الكتلة
للألمنيوم أعطاني إياها في السؤال 8. المولر ماس للألمنيوم أروح أشوف من الجدول الدوري المولر ماس تبعه 26.9. بنجي هنا نعوض، يلا نقسم عشان نجيب عدد المولات. يصير يديني بالآلة 0.29، هذا عدد مولات الألمنيوم. أجيب عدد مولات المتفاعل الثاني اللي هو ده، فأجيب هقول عدد المولات برضو الماس على المولر ماس، الماس تبعه 40، المولر ماس من الجدول الدوري، أشوف الكروم كم، شوف الكروم هنا 51.9. صير أقول 51.9 وذرتين منه أقول في 2، زائد الأكسجين إحنا نعرف إنه 16 المولر ماس ضرب عدد ذراته 3. بالآلة يديني على طول أقول 40 قسمة المولر ماس تبع المركب يديني 0.26. طيب احنا عشان نحدد الليمت اللي يجي بعد ما نجيب عدد المولات نقسمه على المعامل. معامل الألمنيوم 2، شايفين هذا المعامل، نقسم 0.29 على 2 يديني، بس صغر هذا، تصير قسمة 2 يعطيني ايش؟ 0.14. طيب وهذا نقسمه على معامله، معامله واحد اذا نفسه. بعدين نشوف مين اصغر قيمة، القيمة الاصغر تبع الالمنيوم، اذا هو الكاشف المحدد. فانا كذا جبت الكاشف المحدد كاول خطوة، تمام، اللي هو الالمنيوم قلنا. الخطوة الثانية نقارن بين مولات الكاشف المحدد اللي هو الألمنيوم والشيء اللي يبغى، اللي يبغى لمين؟ قال يبغى الثيوريتيكال ييلد للكروميوم، طيب يعني يبغى هذا، فأقارن بين الألمنيوم والكروم. طيب عندي الألمنيوم عدد مولات اللي في المعادلة 2 والكروم برضو 2. طيب عدد مولات الألمنيوم اللي احنا أوجدناها قبل شوية 0.29 والكروم مجهول اكس، أسوي حاصل ضرب طرفين بوسطين يصير عندي 2 اكس تساوي 0.29 نضربها باثنين يعطيني 0.58. طب أنا أبغى الإكس، أقسم على 2 بالطرفين، يصير 0.28 قسمة 2 يديني 0.58 قسمة 2 يديني 0.29. إذن عدد مولات الكروم 0.29، أو أنا من البداية دام عدد مولات في المعادلة متساوين إذن حيكون هذا يساوي ده برضو من غير حساب، تمام. كده أنا وجدت عدد المولات، هل هو يبغى عدد المولات؟ لا، إحنا نبغى الثيوريتيكال ييلد. فالخطوة اللي بعدين إيش نقول؟ آخذ المولات هذه وأجيبها لجرام، تمام. يلا نحولها لجرام، يصير الماس إيش تساوي؟ عدد المولات في المولر ماس. طيب عدد المولات 0.29، المولر ماس للكروم، الكروم لحاله كم في الجدول الدوري الكروم؟ تشوف هنا الكروم قلنا 51.9،
فيصير أضربه بواحد وخمسين فاصلة تسعة، يديني الناتج اللي هو 15 مع اللي هو خيار بي. تمام كده أنا حددت theoretical yield. طيب نيجي لسؤال 29. سؤال 29 إيش بيقول؟ يبغى نسبة اليلد. تمام وعندي هذا القانون اللي أنا حطته هنا. طيب إيش أعطاني؟ أعطاني جرامات كل واحد. طيب وقال لي إنه الفائض هو هذا، فبالتالي المحدد مين؟ هو ده، دام قال لي الفائض عرفت المحدد. تمام وعطاني العائد الفعلي اللي هو الاكتشير اللي هو 2.68. طيب يبغاني احسب اليلد. احنا عشان اول شيء احسب ثيريتيكال يلد. ثيريتيكال يلد زي ما هنا شفنا هذه الخطوات حقه. خلاص انا عرفت مين الليميتنج ريجنت، مين الكاشف المحدد اللي هو CaF2. خلاص فدامي عرفت، يلا اقارن بينه وبين الشيء اللي ابغاه. انا ابغى احسب لل HF، ابغى احسب لهذا. يلا كم عدد مولات من المعادلة لهذا؟ واحد. كم عدد مولات ال HF؟ اثنين. طيب كم عدد مولات الكاشف المحدد؟ ما أعطاني إياه، بس أعطاني إيش؟ الجرامات. فأجي على جنب أجيب عدد المولات، أقول الماس على المولر ماس. يلا الماس للكاشف المحدد كم؟ ستة. على المولر ماس الكالسيوم والفلور، نشوف الجدول الدوري المولر ماس تبعه. الكالسيوم هنا اللي هو 40 والفلور 18.9. تمام نيجي نعوض، أقول 40 زائد 18.9 هذا الفلور، طب عدد ذراته 2، يصير الناتج بالآلة على طول 0.077. طيب كم ال HF مولاته مجهولة؟ X أسوي حاصل ضرب طرفين بوسطين، يصير X إيش تساوي؟ لما نضربهم يديني 0.15. طيب هذا مولات ال HF. طيب أنا جبت مولات، الحين أحول مولاته لجرام لماس، يصير الماس إيش تساوي؟ عدد المولات في المولر ماس. طيب عدد المولات 0.15 أو جدته المولر ماس لل HF الفلور إحنا قلنا 18.9 زائد الهيدروجين قلنا 1، يصير على طول بالآلة يصير يديني الناتج 3.06. هذا الماس اللي هو الثيريتيكال ييلد. دحين اخذ الاكتشوال ييلد واقسمه على الثيريتيكال ييلد بالنسبه لهذا القانون. تمام اقول الييلد ايش بيساوي؟
الـ actual yield اللي عطاني إياه في السؤال 2.86 قسمة theoretical اللي أوجدناه هنا 3.06 ضرب 100. بالآلة نعوض على طول تطبيق مباشر للقانون، هيديني الناتج اللي هو خيار A. تمام، نيجي نشوف اللي بعده. سؤال 30 أعطاني المعادلة، طيب، ويبغى جرامات الـ HCl يعني يبغى الماس، وأعطاني مولات هذا المركب، وأعطاني أيضا جرامات هذا المركب. طيب أنا عشان أجيب جرامات الـ HCl لازم أحدد مين الكاشف المحدد. طيب هل هو هذا أو هذا؟ عشان أحدد الكاشف المحدد أوجد عدد المولات. طيب بالنسبة لـ H2SO4 أعطاني جاهز عدد المولات، بس الـ NaCl أعطاني جرامات، فأحوله لمولات، فأقول عدد المولات يساوي الماس على المولر ماس. الماس اللي هو 150، المولر ماس أشوف الصوديوم والكلور في الجدول الدوري. نيجي نشوف الصوديوم 22.9 والكلور 35.4، إذن أقول 22.9 زائد الكلور 35.4. تطبيق مباشر في الآلة على طول، يصير يديني الناتج اللي هو عدد المولات 2.57. طيب هذا عدد مولات مين؟ الـ NaCl اللي أوجدناه. طيب كذا دحين أقدر أوجد الكاشف المحدد. أنا عندي 2 من الـ H2SO4 وعندي الـ NaCl 2.57، أقسمه على المعاملات تبعهم، فأقول مولات هذا الأول، هذا نعتبر الثاني. طيب الـ H2SO4 مولاته الدانية في السؤال 2، نقسمه على المعامل تبعه في المعادلة، معامل واحد فخلاص زي ما هو. طيب نوجد الثاني اللي هو الـ NaCl، أوجدنا عدد المولات اللي هو 2.57، اقسميه على المعامل تبعه، المعامل في المعادلة 2، قسمة 2 يديني 1.28. يلا نشوف مين أقل عدد مولات، 2 ولا 1.28؟ طبعا 1.28، فبالتالي أنا عرفت إنه الكاشف المحدد عندي الـ NaCl. ليش الـ NaCl؟ لأنه هو أقل عدد مولات فهو الكاشف المحدد. بعد كذا أنا إيش أبغى؟ أنا أبغى جرامات الـ HCl، فأقارن الكاشف المحدد فيه. طيب مولات الكاشف المحدد في المعادلة 2 مقابل كم من الـ HCl؟ 2، فبالتالي وعدد مولات الـ NaCl اللي أوجدناها قبل شوية اللي هي 2.57، تمام، يقابلها كم من الـ HCl؟ مجهول X، وداموا هنا متساويين 2 و2، إذن الـ X برضو حتكون مساوية له، فيصير X تساوي 2.57. هذا إيش؟ هذا عدد المولات. طيب هل أنا أبغى عدد المولات؟ لا، يبغى الجرامات، سالك عن الجرام، فأجي أحول، يصير الماس إيش تساوي؟ عدد
المولات في المولر ماس. طب عدد المولات اللي أنا جبته هنا 2.57، أضرب في المولر ماس تبع الـ HCl. الهيدروجين 1 والكلور قلنا قبل شيء 35.7، بالآلة على طول يصير 35.4، عذراً 35.4 في الجدول الدوري، نضربه في المولات اللي جبناها اللي هي 2.57، يدينا الماس اللي هو 93.5 اللي هو خيار بي. طيب سؤال 31 قال لك احسبي المولر ماس لهذا المركب. طيب المولر ماس اللي هي من الجدول الدوري. طيب عندي الليثيوم، اروح اشوف الليثيوم في الجدول الدوري. عندنا الليثيوم فين؟ 6 اللي هو هنا شايفينه 6.94. طيب هذا بالنسبة للليثيوم، فأضربه بعدد ذراته أقول 2 في 6. طيب زائد الكربون، الكربون في الجدول الدوري المولر ماس تبعه 12. طيب فيصير أقول 12 زائد. ليش؟ لأن هنا لو ضربته بعدد ذرات الكربون 1 فنفسه، فزائد الأكسجين عدد ذراته 3 في الجدول الدوري مولر ماس تبعه 16. تمام، ويلا على طول أسويها بالآلة. يديني الناتج اللي هو 73، اللي هو خيار A. تمام، نجي نشوف 32. 32 إيش بيقول لك؟ يبغى المولكيولز، يعني يبغى الإن، الإن كابيتال مجهول، وأعطاني الجرامات الماس. فأول شيء أوجد عدد المولات، عدد المولات الماس على المولر ماس. طب الماس اداني اياه في السؤال 0.334 قسمة المولر ماس الكربون 12 في عدد الذرات 2 زائد الهيدروجين 1 في 6 اللي هو عدد الذرات تبعه. يصير على طول في الآلة اقول 0.334 قسمة 12 في 2 زائد 1 في 6، يديني الناتج اللي هو 0.011. هذا عدد المولات. هو إيش يبغى؟ يبغى عدد الذرات المولكيولز. فأجي أقول الخطوة الثانية، أنا عندي قانون يقول لي عدد المولات عدد الذرات على عدد أفوغادرو. طب أنا هنا أبغى عدد الذرات اللي هو الN، فيصير القانون عدد المولات في عدد المولات في عدد أفوغادرو. يصير عدد المولات أنا جبته هنا 0.011، أضربه في عدد أفوغادرو اللي هو يقول 6.022 × 10³ يعطيني الناتج مباشرة في الخيارات اللي هو B. طيب نيجي السؤال 33، قال لك أيا من هذه بيكون عندي مصدر الهيدروجين مصدر النسبة تبعه أكثر غني بالنيتروجين ريتش. طيب أي من هذه المصادر
النيتروجين فيلو بيكون غني؟ فهذا السؤال موجود في السلايدات تقريبا. فايش اسوي؟ اول شيء اجيب البرسنتج تبع كل مركب، طيب بعدين اشوف ايش الاعلى واحد لانه قال لي ريتش ايش هو الغني بالنيتروجين وهو خيار دي. تمام، نيجي اللي بعد السؤال 34. سؤال 34 ايش يبغى؟ يبغى الموليكولر فورمولا. طيب الموليكولر فورمولا احنا قلنا عندها عدة خطوات اللي هي موجودة هنا قوانينها. اول شيء اوجد الامبريكال فورمولا، طيب بهذه الخطوات. تمام، بعد كده نوجد النسبة بين الموليكولر فورمولا والامبريكال، بعدين نضرب النسبة في الامبريكال فورمولا. طيب بس اجيبها هناك عشان نطبق عليه مباشرة. يصير تمام. يلا اول خطوة ناخذ النسب اللي اعطاني اياها ونعتبرها جرامات. فعندي نسبة الكربون، نسبة الكربون ونسبة الهيدروجين ونسبة السلفر ونسبة الأكسجين، أعتبرها جرامات. بعد كده الخطوة الثانية أوجد عدد المولات. طيب بعد ما أجيب عدد المولات أقسم على أقل عدد مولات. طيب ناتج القسمة اللي أقسمه أحطه عند المركب. طيب فمثلا عندي هنا الكربون والهيدروجين والسلفر والأكسجين، طيب أجيب عدد المولات لهم، حقول الماس اللي هي 44.4 على المولر ماس للكربون مثلا 12، أجي أقسمها بالآلة يديني الناتج اللي هو 3.7. تمام، نجي نحسب نفس الشيء عدد المولات للهيدروجين والسلفر والأكسجين. بعد ما نحسب عدد المولات كل واحد نقسم على أقل واحد، على أقل عدد مولات. طيب بعد ما نقسم على أقل عدد مولات إيش نسوي؟ ناخده ونحط الامبريكال فورمولا اللي جبناها. طيب بعد ما نجيب الامبريكال فورمولا ايش قلنا نسوي؟ ناخذ نسبة المولر ماس للكومباوند اللي هو اعطاني اياه هذا ونقسمه على المولر ماس للامبريكال فورمولا اللي حسبته. طيب بعد كده عشان اجيب الموليكولر فورمولا حطبق في هذا القانون، هاخذ الامبريكال فورمولا اللي جبتها واضربها في الريشيو، الريشيو اللي جبته هنا. طيب عشان انا قد شرحت فكرة هذا السؤال وبس اعطيتكم القوانين وانتم تطبقوا. تمام، سؤال 35 يبغى عدد مولات الحديد واعطاني الجرامات. احنا نقول عدد المولات ايش يساوي الماس على المولر ماس. الماس اعطاني اياها في السؤال 24.6، المولر ماس للحديد 55، ونضربها في عدد الذرات اللي هي 2 زائد الأكسجين المولر ماس من الجدول الدوري 16 في عدد ذراته 3، تطبيق مباشر يديني الخيار اللي هو دي. سؤال 36 قال يبغى جرامات السلفر وأعطاني جرامات الزئبق. طب أول شيء أوجد عدد المولات للزئبق، يصير الماس على المولر ماس. الكتلة للزئبق اداني اياها بالسؤال 246 على المولر ماس للزئبق من الجدول الدوري 200.59. طيب
أنا كده أوجدت عدد المولات، بعد كده عدد المولات اللي أوجدته أضربه في المولر ماس تبع السلفر، لأن أنا ما أبغى عدد المولات، أبغى الجرامات، فأخذ عدد المولات اللي جبته أضرب في المولر ماس تبع السلفر اللي هو اللي أنا أبغاه. المولر ماس تبع السلفر اللي هو 32، أضرب هذه القيمة ب32 يديني الناتج مباشرة اللي هو خيار A. تمام. سؤال 37 نفس الفكرة، يبغى الماس للفلور، وش أعطاني؟ أعطاني الجرامات للتن. فأول شيء قلنا نجيب عدد المولات، فأقول الماس على المولر ماس، أخذ الماس اللي أعطاني أقسمها على المولر ماس، بعد كذا أضربه في المولر ماس تبع الفلور. بعد ما جبت عدد المولات أضرب في المولر ماس تبع الفلور، فلور عشان هنا عندي 2، فأقول 2 في الفلور اللي هو 18.9. تطبيق مباشر للقانون يديني الخيار C. سؤال 38 يبغى الامبريكال فورمولا، زي ما تعودنا عن طريق هذه الخطوات نجيب الامبريكال فورمولا، تطبيق زي ما شرحت في الأمثلة السابقة. آخر سؤال 39 بيقول أي من هذه المعادلات موزونة، فعشان أعرف المعادلة موزونة لازم الطرف في المتفاعلات يساوي الطرف في النواتج. مثلا نشوف الأولى، عندي في المتفاعلات 2 كربون، في النواتج عندي 1 كربون، إذا مين موزونة؟ شوف اللي بعدها، 2 كربون بالمتفاعلات يقابلها 2 كربون بالنواتج، صح؟ نشوف الأكسجين، 4 أكسجين في المتفاعلات يقابلها 4 أكسجين في النواتج، إذا هي المعادلة الموزونة. لو جيت للخيارات الباقية حلقاها مو موزونة، الطرف اليمين ما بيساوي في الطرف اليسار. بس كده انتهينا من شرح تيست بانك، إن شاء الله يكون واضح. أي أسئلة اكتبوا لي إياها في التعليقات، وبالتوفيق.